عمر محمد فتحي عطا عوض تالت اي تي قسم سوفت وير. قول لي الجهاز بتاعك عباره عن ايه؟ الجهاز بتاعي عباره عن كنترول بيتحكم بالهيت، بيشوف توازن الايد رايح فين، على محور واي واكس وزد. المحور ده بتحكم فيه باي جهاز، والمايكرو كنترول موجود في العربيه، مش لازم شرط اشتغل على العربيه، احطه على كرسي، احطه على شاشه، احطه على اي حاجه، بيساعد ذوي احتياجات خاصه، بحيث ان هو بيبقى مش قادر يتحرك او يعمل حاجه فيتحكم بايده ان هو يحرك الحاجه. يعني دوت في تجربه ان هو كده انت مجربه على العربيه رجع. انا كده جربته على العربيه كده. انا ممكن اجرب عليها حاجه تانية، هو يشتغل عليها حاجه، اشتغل على العربيه كمان كده. خليها تيجي هنا، خليها تيجي هنا، خليها قدامك كده، قدامك. طيب الجهاز ده مستهدف بيه بالزاويه هنا صح كده؟ استخدام ليهم بساعته او الكشبات اللي تركب في كل جهاز في البيت، شاشه كغساله ان كان حاجه، يبقى فيهم مستشعر انفراد. مستشعر انفراد ده هيشاور عليك بس كده من بعيد ويشغلها، هيشغل كل حاجه شغاله بالايد لو هو بيركب الجهاز ده بايده بس. مركب الجهاز في ايده والشبال اللي موجوده هنا، مستشعر انفراد بس هيشاور، هيبقى قصتها كده بس، هيعمل كده شغال، يوصل بقى على اي حاجه، يوصل لاي حاجه، بس يبقى اهم حاجه مباشر ليها عشان يبقى البيت كله فيها اجهزه من دي. فهو لو ممكن كمان نضيف اوبشن ان هو بالتليفون يحدد، هو معاه التليفون في ايده او كده يحدد ان هو يخلي الجهاز يوصل لحاجه معينه. لو مش الاوبشن ده موجود فيه؟ الاوبشن ده اضيفه عادي، موجود سهل خالص، بس انا كده الاي ار بس بيبقى مباشر ليه. اسمه ايه بقى الجهاز ده؟ ده كنترول باي هاند، كنترول بيستخدم ليد. ده استغرق صناعته قد ايه معاك؟ صناعته معايا داخل في يومين. يومين اثنين؟ يومين. بيتكون من ايه بقى؟ بيتكون من سنشر جيروسكوب بتاع التوازن وكده اردوينو. ده اللي بتتحكم في الكهرباء رايحه جايه، وبتجري على الانالوج بتاع السنسور والبطاريه وسنسور الواي فاي البيرس. سنسور الاي ار اللي بياخد البيرس بس الاشاره ان هو الجهاز ده اللي هيوصله. يعني عشان يفرج من الاجهزه، ان كان شاشه، ان كان عربيه، ان كان غساله، ان كان ثلاجه كده. اي حاجه بيشتغل على اي حاجه. طب انت جربته على حاجه غير العربيه؟ انا جربته على حاجه غير العربيه، جربته على كهرباء البيت. وصلته في البيت وعملت كده، خليته طفى، عملت كده طفى النور، ادي النور، وصلته بالمروحه، وصلته حاجات تانية كتير. طب قول انت بتحلم تبقى ايه؟ انا بحلم ان انا ابقى صاحب شركه، ده حلمي، صاحب شركه رائده في صناعه التكنولوجيا بتساعد الناس. مين مثلك الاعلى؟ انا مثلي الاعلى والدي واخويا. طب قول لي ليه فكرت في ان انت تعمل حاجه تساعد ذوي الهمم؟ اللي انا بشوفه من في ناس كتير بتبص لهم بصه مش حلوه. ناس كتير بتبص لهم بصه مش حلوه خالص. فلما انت تجيب حد تشتغل في البيت عنده وتبص له بصه انها كده، او هجيب حد يشغله في البيت بتبص له بصه مش حلوه، وفي نفس الوقت يعني بيحس ان هو كده بيعمل له خدمه. في